الفرو من أكثر أنواع الملابس يلي بتحتاج لطرق عناية خاصة والحفاظ عليها من التلف أو الضرر، معاناة بالنسبة للكثير من السيدات، ولحتى تحافظي عليها لأطول مدة ممكنة رح نقدم لك بعض التعليمات والنصائح. السيد فراس لليوم رح يخبرنا كيف نقدر نحافظ على قطعة الفرو أو حتى الجلد لحتى نحميها، وإذا تم فيها أي خلال أكيد رح يخبرنا كيف نحن بنقدر نصلحها وما نكب القطعة ونحس إنه خلص نحن فقدناها ما عاد نقدر نلبسها أو ما عاد تتعوض. يسعد مساك سيد فراس. دائما قطع الفرو والجلد هي غالية وبتكون كمان غالية على قلوبنا ونحب نحافظ عليها أطول وقت ممكن. في حال تعرضت مثلا ل طرقة أو انخزقت أو مع الأيام أو مع العمر من التخزين ممكن نحس أنه تتلف أو تفرط، كيف نقدر نحافظ على قطعة الفرو؟ وإذا تعرضت لأي إصابة أنا كيف بقدر ارتيها أو رجع مثل ما كانت؟ لأنه بحس أنه خلص ما عاد قدر استفاد من أنا ركب، يعني أكيد واحد بده يزعل هيك قطعة، شو لازم نعمل؟ هلا الفرو أول ما بتبلش في عنا شيء اسمه وقاية، بعدين منفوت بمراحل المعالجة. يعني احنا رح نخبر المشاهدين كيف نقدر نحافظ عليها طمع. وفي حال تعرضت للتلف نحن كيف نقدر نصلحها. تمام، يعني انا اول شغلة بقولها للستات اول ما تشتري المانتو الفرو لا تاخذيه تعلقيه بالغسان، البسي 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 كل ما بقدر البسه سيد فراس غير اذا كان عندي مناسبة كتير حلوة. تمام، بس ممكن استغل هي القصة حتى بالبيت، ممكن احيانا كل فترة، لانه اهمال الفرو هو اكثر مشكلة بيعاني منها الفرو. بينشف زيته، بيبس جلده، بيتراكم عليه الغبرة والوسخ. بس حركة الفرو دائما، أنا لما بلبس قطعة أنا عم أتحرك فيها، هاي الحركة عم تتعرض للهواء، عم بتخلي بتتنفس. عم بتخلي القطعة تتنفس وتتحرك، الخلايا بتفتح. هي أول شغلة بحب إلا للستات، يعني إنه أنت لا تهملي القطعة، لا تخافي كمان، لا تخافي أنا والله هي القطعة ما بقرب عليها حقها كذا كذا، يعني لا، البسيها استمتعي فيها بتعيش أكثر. بتقول ستي أنا صار لها عنده المامتو 30 سنة و 40 سنة، كيف وأنا مثلا حطيته عندي 4-5 سنين وبلش ينشف وينأذى، لبسته لدرجة إنه ضل متنفس، ضل عم بيعيش وضل عم ياخذ نفس. هلأ لما من القطعة طبعا بعد فترة بتبلش بتنشف، بتبلش بالصيانة أكيد. هلأ في مراحل نحن ممكن نقدر يعني نتعامل مع القطعة بشكل شخصي، يعني ونلحقها. أي تمام، يعني طبعاً. مثلا ممكن أنا عامل الفرو مثل ما بعمل شعر، يعني أنا شلون بنظف شعري وبحممه وبعمله معالجة تمام وبنشفه بالسشوار، أنا بساويها هي القصة بالفرو، بس ما بتشتش القطعة. اوكي، يعني مجرد انه صارت كتير فيها مي او كتير فيها شو اسمه صارت المشكلة خطرة، خارجيا بقدر امسحها، بقدر حتى شوية مي مع صابون نضفها شوي، برجع بنشفها بالسشوار، برجع بعملها بعرك بس شوي. غسيل وغسالة وهدول القصص لا 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 بعد عنهم تماما، هذا موضوع يعني هذا لازم نشيله من الحسبان. غسالة لا جلد لا فرو نهائيا ما بيتقرب عليه. في ملاحظة حتى على الجلد بحب أقولها، أنه أنتم بإمكانكم تمسحوا جاكيت الجلد وتنطفوه وتعطنوا فيه وتكووه، أنا بقول لازم تنكوى قطعة الجلد، تنكوى قطعة الجلد ببساطة. مجرد أنا أستعمل مكواية ما فيها بخار نهائيا، ما بدها تكون بخار وما تكون رطبة نهائيا. طبعا ممكن أستعمل كيس اللي بنحط على المكواية بشكل طبيعي، بكوي الجاكيت بشكل طبيعي وما عندي اي مشكله، اذا انا متاكد انه هذا جاكيت جلد طبيعي تماما صناعي او كذا لا بدنا نخسره بعد فورا من الحراره. نرجع للفرو، الفرو هون القطعه اذا تشتشت بالمي، مثلا انا طلعت لبرا واكلت مطره قويه كثير والمانتو يعني صار فيه نسبه مي كتير. شو لازم اعمل؟ لازم انا اكون هون كثير حذر، القطعه هي كثير غاليه، اذا متشتش كثير بالمي وانتركت تعلقت بتنشف بتيبس تنكب مصيبة، لازم نتركها لتنشف. فأنا أول شغلة بساويها ما بخليها تنشف لحالها، أنا بنشفها، بنشفها شوي شوي
حركه هيك شوي شوي كل اوكي. مثلا هلا انا نفترض انه هي كثير فيها رطوبه نشفى شوي شوي مع سشوار، بس بضل بعمل العرق، بضل بعمل العرق شوي شوي هيك هيك، كل ما بتنشف كل نص ساعه ساعه ممكن اعمل العرق هيك، لانه اذا تركتها نشفت لحالها ويبس الجلد صارت كثير مشكله كبيره. تمام. هلا القطعه الموجوده معنا هي فيها مشكله. هلا هي هذا مانتو مينك فيزون ساغا، شغله كثير مهمه، وفرو طبيعي، فرو نمس يعني، هذا المينك هو متعارف عليه، نص يعني ستات البلد كلهم عندهم هيك قطع تماما وبيخافوا عليها وبتلاقيهم يعني. بس يعني هلا هي القطع عندنا حاله هون، حاله كثير قاسيه، هذا اسمه جفاف جلده الفرو، هذا جفاف الجلد واضح تماما كيف. السبب هو الاهمال. تمام. هاي القطعة تعلقت فترة طويلة، نشفت، يبس الفرو، صار ينتف لحاله. طبعاً رح نشوف. هلأ هذا وضع كتير يعني، هاي هون مشكلة كتير رأيي يعني فعلاً يعني. بتزعل كتير يعني، أن تكون جاكيتي هيك كتير رح نقهر عليها. تمام. هلأ هذا نحن بنعمل، هلأ هاي وضع كتير قاسي يعني، هذا في إلى حل سيد فراس؟ هلأ في حلول. هلأ نحن إذا ما وصلنا للجريد فور يعني اللي هي مرحلة رابعة، عندنا هون صفار غامق كتير. أوكي. هذا إهمال شديد للقطع. لازم تكون قبل بمرحلة بسيطة ممكن نعالج. هلا هون بهي الحالة خلينا نفترض انه الوضع مزري يعني، طبعا الفرو فيه شغلة انه مو كله بيلحق بعضه نفس الوقت. تماما. يعني ممكن انا عندي المشكلة هون صارت، ما تكون المشكلة صارت كتير هون تحت، بس هو بيكون فيها اوكي، فانا بقدر اغير هون قطع، بقدر العب بموديله، بقدر اقصر شوي احط ولحتى رمم انا بالعطل. هلا هذا هلا هون وضع قاسي كثير، طبعا انا عندي هون اجباري بدي اقيم هالقطعه وبدلها. فينا نحط مثلا فرو بديل كموديل كونه هلا دارج على الكمام؟ لا هلا هذا متعارف عليه، هذا الله خلقه هذا الحيوان يعني ممكن كله كامل، ممكن نامن منه ما خرج نكحل يعني، طبعا هو دائما بالستايل بتصير هالقصص. بس هلا هاي بقدر اقيم انا قطعه وحط قطعه، بس انا بدي اعالج الفرو الداخلي هذا لحتى ما يرد يرجع الباقي يصير فيه هالمشكله. تماما. بصير معالجه عندي كامله. نفس القصه كمان صايره من الكتف. هلا دائما مناطق الفرو بالذات مع التعليق بتلاقي جفاف بيجي من فوق. فأكثر مشاكل بتعانيها المناطق هاي بين الكمام والكتف، بين الكتف بالذات هون، هاي المناطق بتلاقيه من تحت طري وما أحلى، طري وتمام لسه ما في أي مشكلة، وبتلاقيه من فوق عنده هالإشكال، مجرد أنه معلقين وبتقلي أنا ما ساويت شيء لك ما بمخبيته، باخده بحطه برا بالشمس وبشمسه مشان ما يلحقه شيء بهويه، وكثير يعني انه انا بعتني فيها. هي مو عناية، هي عمليا هلا العناية الفعلية انه انا هدول يعني، طبعا هو لازم بعد 4-5 سنين ينزل على اختصاصي يعني. اختصاصي فرو بده يكون فعلا عنده يعني خبره. بتعرفي انه هي شغله كثير صعبه ببلدنا، كونه انه نحن يعني عنا نستعمل المناطق الفرو وما عنا خبرة كيف نحافظ عليها او نغسلها او ننظفها. طبعا بمحلات نجار في هدول القصص والاشخاص الحرفيين يلي بيقدروا يعتنوا بالقطعه ويرجعونا اياها مثل ما كانت. خلينا ننتقل للجلد. تمام. الجلد اكل طرقه ممكن لظرف ما، شقق الجلد مثلا انشرط او انخزق، انا بقدر رممه؟ طبعا بمكان معين. هلا هون في عنا نحن هاي خدمه كثير جيده، غير انه خدمه قطعنا نفسها نحن بنخدم كل الناس يعني، اي انسان عنده قطعه فيها مشكله فيها شو ما كان، من شق جاكيت من قيمه قطعه بنحط قطعه مثل تبع السياره من قيم، من مثلا لون بهت بنقدر نعالج اللون. طبعا هون مواد المعالجه لازم ينتبهوا الناس، مو انه والله انا بقدر انزل على السوق وجيب شيء مثلا اصبغ او اطبغ او اشتغل لحالي، هذا كثير عم يعمل مشكله مع الناس. تماما. او مثلا انا امتى هلا بدي نبه بس انه قطعه الجلد دائما اللي عم تجينا مشاكل انه يا مدام لا تحطيها بالغساله اذا سمحتي. في إلى طرق عناية أو ممكن نسأل اختصاصيين أمثال حضرتك سيد فراس لحتى نعتني بالقطعة. مي شوية صابون بمسحه هيك وجيب قطعة ناشفة بنشفه خالص، نشف كويت وما أحلى، مسحت البطاني خير. هي مراحل يعني البسيطة اللي بقدر أنا أستعمل جاكيت سنة وتنتين وثلاثة. تمام. نشق من طرفه بيجيبوا لنا إياه، نحن بنقدر نلاقي له حلول مدور عليها شو ما بدنا بنقدر. طيب خلينا نحكي عن طريقة التخزين، يعني أنا جاكيت الجلد لبستها بما فيه الكفاية، نظفتها مثل ما أنت قلت لي بإنه أنا بخرقة ممكن صابون شقفة مسحتها نشفتها من المي، كيف بدي أخزنها للسنة اللي بعدها؟ شو بدي احفظها؟ جاكيتات الجلد يلي ما فيها فرو هذا موضوع عام، هي اساسا مدبوغه لتعيش، فما في مشاكل، علقتها ما عندي مشكله نهائيا. ممكن نلاحظ على بعض القطع
انه بيصير في تحوير، تلاقي صار في بياض على الجلدة تماما. هذا البياض اللي على الجلد هو عبارة عن انه زيوت نشفت بقلب الجلدة. هاي مو مشكلة فعلية، ممكن انا امسحها مسحة خفيفة اعرضها على الحرارة المكواية بلا مي بلا بخار، برجعها مثل ما كانت وما بتتكرر القصة. يعني ممكن هذا بعد فترة مثلا ما حطيته وخزنته فترة منيحة، ممكن نشوف هيك تحوير هذا موجود على الجلد. هذا شيء بسيط سواء على الالوان السوداء او الفاتحه ما في مشكله، نفس العمليه طبعاً. لازم تتم. الفرو انا كيف بدي اخزنه كمان؟ انا لازم هلا انا اخزن جاكيتي، ما لازم اغسلها، ما لازم ادخلها للغساله. بعد ما نظفتها مثل ما انت قلت مسحناها ونشفناها بطريقه الدعك مشان احنا ما نخليها تنشف لحالها، انا بشو بدي احفظها؟ كيسها مثل ما بجيب مثلا القطعه مثلا من عند الكوا؟ اذا كنت انا اذا كانت قطعه الفرو عمرها مثلا سنتين ثلاثة أربعة علقتها ما عندي مشكلة فيها بمنطقة ما في. طب والبيت حرارة. الموجود اللي بيجي مع الجاكيت منيح ولا لا لازم يكون نايم؟ حسب تاني. إذا كان فيه بوليستر بيعمل لك إشكال، هو غالبا بيكون نوع من الكتان، هذا الكتان بيسحب الرطوبة. هذا موجود بي يعني، أو ممكن هي تفصله تفصيل يعني، هاي شغلة سهلة إنه أنا أعمل كيس كتان أو قطن. أما البوليستر والشو اسمه يعني كمان برجع بقلك سنة سنتين ما في مشكلة. بعد 4-5 سنين انا بقول للمانتو ما عاد بقى تنسى العلاقة على المدام، مد المانتو على الارض على ارض الخزانة، ممكن التخت او الخزانة ممكن او القصص اللي عم، بس انا ببذل جهدي انه فترة اللي بدي استعمله الشتوية وكذا ممكن على ما عندي مشكلة، لكن انه انا صيفي هذا بده ينمد مد مشان ما يصير عندي هالمشاكل وهالملاحظات. يعني هي ابسط اشياء ممكن نحن نساويها. في هلا عم نشوف مناطق عم تيجي عم يلحقها حشرات، اذا فينا نقول مشكله العتيه اللي بتصير هي ما كان نشوفها كثير يعني، هلا صرنا عم نشوفها بهي هلا الفترة. صرنا عم نشوفها بهالعشر سنين يعني، مناطق بتكون لساتها جديده اكلها تماما، هيك تماماً. لازم نحافظ عليها. شو بنعمل نحن بهالحاله؟ انا هلا ما عندي مشكله جيب مبيد حشري اوكي تمام. إذا حاسس إنه أنا بلشت شوف شيء عم يطلع من الفروة أو شيء، هلا هذا المينك مثلاً والبيزوني اللي هو بالذات أكثر شيء موجود أو ملاحظ أكثر شيء يعني بيحبوا الستات بيفهموا فيه وبيستمتعوا فيه، وهو قطعة غالية كتير. لما تشوف يا مدام إنه هاي القطعة بلشت تطلع منها وبرة أو يهر منها شعر، المينك ما بيهر شعره فأكيد عنده حشرات لاحقته وبكتيريا، لذلك ممكن أنا بشكل مبدئي مبيد حشري أخده هيك فترة بسيطة حطه بكيس نايلون لفه يومين وبعدين ارجع افرده، وبعدين افرده يعني بكون ها بلش راسي يرتاح بعتها على اختصاص. يعني معلومات كتير مهمة أخذناها من حضرتك لكل الستات يلي حابين يقتنوا الفرو الجلد واللي عندهم كيف نحن منحافظ عليه. سيد فراس نجار شكرا كتير لإلك، يعطيك العافية. شكرا.